غالبا ما ترتبط قصص المواجهة المباشرة مع كائنات مفترسة سواء البرية منها أو البحرية بنهاية متوقعة وغير محبذة، فإما أن ينتهي الأمر بموت حتمي أو إصابات بالغة الخطورة إلى جانب الندوب النفسية التي بالتأكيد سيدوم أثرها لسنوات طوال ولربما لمدى الحياة. لكن يبقى للأقدار والألطاف الإلهية الكلمة الأخيرة في حالات تحولت إلى معجزة في البقاء على قيد الحياة والنجاة من موت محقق، وهو ما تؤكده أحداث قصة هذا اليوم. فكيف تحولت رحلة ركوب أمواج إلى مواجهة مباشرة مع قرش أبيض؟ وكيف استطاع البطل الأسترالي إنقاذ حياة زوجته؟ وبما وصفت ذلك الصحف والمواقع الإعلامية، أسئلة أخرى تجيب عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. هروب أسطوري من السجن. هاكر اخترق أنظمة وبنوك دول، ومحتال دوخ العالم ونهب مليارات الدولارات، وآخر جعل من اسمه عنوانا للقتل. العديد من القصص التي تلحس المخ وتجعلك في حيرة وتشويق طيلة الحلقة، والأهم من ذلك كله أنها قصص واقعية وأشخاص حقيقيون بمعدل ذكاء غريب وأفكار لم تخطر على بال أحد. تريد الاستمتاع بمواضيع يومية من هذا النوع؟ أفضل مكان لك هو قناة دهاليز، اشترك فيها الآن وقم بتفعيل الجرس. رابط القناة في الوصف. ففي بعض الأحيان قد تتحول رحلة في ركوب الأمواج إلى مواجهة مباشرة مع الموت حين التعرض لهجوم مع كائن مفترس، خصوصا حين يتعلق الأمر بالقرش الأبيض الذي يعتبر كائنا بحريا مفترسا من الدرجة الأولى، والمواجهة معه بكل تأكيد معركة خاسرة ينجو القليلون منها فقط من يحالفهم الحظ ويتدخل أحد الأشخاص لإنقاذهم، رغما أنهم سيحملون في نفوسهم لمدى الحياة مشاهد ذعر وخوف كبيرين. وفي تفاصيل القصة، فقد تمكن رجل أسترالي من إنقاذ زوجته من هجوم سمكة قرش أبيض عندما قام بالقفز من على لوح التزلج ولكم القرش بشكل متكرر حتى ترك زوجته واختفى في أعماق البحر وفقا لتقارير متعددة. حيث ذكرت صحيفة يسدنس مورنينغ أن الهجوم الذي نفذته سمكة قرش بيضاء كبيرة الحجم حدث صبيحة يوم السبت في شاطئ شيلي في بورت ماكواري، وهي بلدة ساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرق أستراليا، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية المعروفة باسم بي بي سي الخبر، حيث جاء في تقريرها أن المفترس الذي يبلغ طوله حوالي 2 إلى 3 أمتار كان يعض تشانيل دويل زوجة المنقذ والبالغة من العمر 35 عاما في ساقها اليمنى. وفور إدراكه الأمر فقد قفز زوجها الذي أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه يدعى مارك رابلي من لوح التزلج الخاص به، وقفز على ظهر سمكة القرش كما وقام بتوجيه ضربات قوية له مرارا وتكرارا حتى ترك زوجته تذهب حسب ما ذكرت صحيفة سيدني مورنينغ. ثم ساعدها بعد ذلك للوصول إلى الشاطئ، وعند هذه النقطة ساعده المرة على الشاطئ في الإسعافات الأولية قبل أن ينقلها المسعفون جوا إلى المستشفى، خصوصا أنه بعد رؤية الجروح عن بعد اتضح أنه يجب على شانتل دويل القيام بعملية جراحية مستعجلة. وفي نفس السياق فقد قال ستيفن بريس الرئيس التنفيذي لشركة سيرف لايف سيفن NSW وفقا لصحيفة سيدني مورنينغ هيلارد، لقد جذف هذا الرجل وقفز من على لوحة على سمكة القرش
وضربها لإطلاق سراح زوجته، ثم ساعدها في العودة إلى الشاطئ، وهذا في حد ذاته تعبيرا عن خوفه عليها وحبه لها. تلك القفزة كانت تحمل شيئا الكثير من الشجاعة، وهي بطولية حقا. وذكرت 9 مواقع إخبارية في سيدني تعليقا على الحادث أن هذا هو ثالث هجوم لأسماك القرش على الساحل الشمالي لانيو ساوث ويلز، حيث يقع شاطئ شيلي فقط خلال 2 شهر من ذلك الحادث، حيث توفي صبي يبلغ من العمر 15 عاما في هجوم سمكة قرش بالقرب من كوفس هاربور على بعد حوالي 300 ميل من شاطئ شيلي قبل مدة ليست بالطويلة من ذلك الهجوم أيضا. وبلا شك أنها تجربة صعبة على الزوجة، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، ولعل جروح ذلك الحادث ستتطلب شهورا لتلتئم، لكن مجرد النجاة والبقاء على قيد الحياة بعد تلك المواجهة الحقيقية مع الموت يعد في حد ذاته قدرا كبيرا من الحظ، كما أن تدخل الزوج وموقفه الشجاع في اللحظة المناسبة سيظل عالقا في أذهان الكثيرين لكونه بطل اختار التضحية بحياته وإنقاذ زوجته من موت محقق. لكن بكل تأكيد ذلك لا يعني أن كل من سيجرأ على المغامرة في منطقة تعرف تكرارا مثل تلك الهجمات من كائن مفترس سينتهي بتلك الطريقة، لذا وجب اتخاذ الحيطة والحذر وقت المغامرة. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد، ندرج ل5 تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. مراد درين، أود أن أوجه الشكر إليك على إنشاء قناة وقائع وعلى جهودك وتعبك. صوتك جميل جدا وحلو ويناسب عرض جميع قصصك. عندما شاهدت أول مرة قناتك وقصصك أصبحت مدمنا لقناتك بشكل لا يصدق. واصل يا أسطورة القصص والغرائب والعجائب. أخوك من تونس. أتمنى أن تعرض تعليقي في الحلقة القادمة، وشكرا يا أسطورة. عبد الرحمن عبودي، أولا شكرا لمعلوماتكم الجميلة وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للناس. بتمنى تنشروا لنا الأفضل دائما وتجنبوا بعض المشاهد المرعبة حفاظا لشعور بعض ضعيفي القلوب. طبعا مش أنا ما بخاف، بس فكرة الأكثر. الفودز، علقت على كل فيديوهاتك ولكن لم تظهر تعليقي أبدا، ولكن محييك على كل مجهوداتك لك. صوت جميل وأسلوب الشرح ممتاز جدا، أكمل يا أخي، وفقك الله وأعانك. تحياتي من الجزائر. أبو أحمد، السلام عليكم، قناة رائعة، أشكركم على موجزكم الرائع وفقكم الله، إن شاء الله 10 مليون في أقرب وقت. شكرا لقناتكم الكريمة على الإبداع والتميز. الإسلام ديني، السلام عليكم، شكرا على كل الفيديوهات، صوتك جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، وجميع قصصك جميلة جدا ورائعة. أجمل قصص الهروب من السجون، أتمنى تنزل فيديوهات عن هذه القصص، وجزاك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدينا الأعزاء على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.